الدكتور خالد حنفي وزير التموين هو معي الآن. أهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا، أهلا أهلا بيك. بك، أهلا بك دكتور خالد. احنا عايزين نكلمك في أكثر من ملف، استعدادات الوزارة لشهر رمضان، منظومة الدعم الجديدة دي، وموضوع القمح، ويعني هل احنا مؤمنين من ناحية الحبوب بشكل عام. ولكن خليني أسألك من أحدث التطورات اللي جت، النبأ أنه الشركة القابضة التي يعني ضمت مؤخرا فقط إلى وزارة التموين، حضرتك أصدرت قرارا بإقالة رئيسها اللي هو المهندس حسن كامل، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية سابقا، وقررت تعيينه مستشارا في الشركة. ممكن نفهم سياق هذا القرار؟ لا، أنا ما أصدرتش قرار بإقالته. هو المهندس حسن كامل تقدم بالاستقالة لظروف خاصة به تخصه هو شخصيا، وأنا يعني طلبت منه أن يكون مستشار لنا في الوزارة نظرا لخبرته الطويلة. يعني حضرتك عارف الظروف دي؟ لظروفه الخاصة. تمام، يعني حضرتك عارف الظروف دي تخصه هو، ظروف شخصية تخصه هو. أنا فاهمة، بس حضرتك عارف لما بيكون في موقف زي ده، ولسه الشركة يعني مؤخرا دخلت تحت يعني مظلة وزارة التموين، فالناس اعتبروا أن ده كان قرار منك بإحداث حركة، يعني نوع من التغييرات يعني أو التحركات في القيادات في الشركة. هو احنا عندنا خطة لتطوير الشركة القابضة والشركات التابعة لها، لأن ضم الشركة ديت لوزارة التموين والتجارة الداخلية كانت فكرة صائبة جدا أقدم عليها دولة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعد فترة طويلة جدا من الانفصال، يعني تزيد عن 20 سنة، لأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية دي لها جناحين، جناح إنتاجي بينتج سلع مهمة جدا للمواطنين زي السكر والرز والزيت وخضروات وعصائر ومنظفات وما إلى ذلك. تمام. ولها جناح آخر توزيعي مهتم بالتجزئة والجملة زي شركات المجمعات الاستهلاكية والأسماك واللحوم والجملة. وبالتالي دول هيبقوا الدراع بتاعنا في ما يخص التعامل مع ملف الأسواق والأسعار وما إلى ذلك. طيب إيه خطة التطوير الجديدة؟ ممكن نعرف ملامحها؟ لتطوير الشركة كلها يعني. ممكن نعرف ملامح الخطة دي؟ والله هقول لحضرتك، إحنا بدأنا بشكل سريع على تطوير المجمعات الاستهلاكية، وكان أول خطوة عملناها إن إحنا بدأنا نطرح سلع بكميات كبيرة جدا في المجمعات الاستهلاكية تكون أسعارها معقولة ومقبولة للأسرة المصرية وأقل من الأسعار اللي موجودة في أي مكان تاني. الهدف من كده مبدئيا إن إحنا أولا نوفر سلع بأسعار معقولة للمواطن، نمرة اتنين إن إحنا نخلي هذه الشركات تقود الأسعار، تقود الأسعار طبعا لأسفل، وده فعلا بدأ يحصل، والسلاسل التجارية الكبيرة دلوقتي بدأت هي كمان تخفض في أسعارها، وبالتالي ده هيبدأ يريح المواطن. لكن الإجراء ده لوحده مش كفاية، احنا كان لازم نرجع بسلسلة الإمداد إلى الخلف، يعني نشوف قنوات التوزيع وقنوات التخزين ونشوف كمان الإنتاج. وبالتالي احنا بنشتغل على شركات الإنتاج، يعني دلوقتي عندي اجتماع مع الشركات التي تنتج الزيوت اللي تابعة للشركة القابضة، فبنشوف ازاي نقدر نخفض تكاليف الإنتاج نفسها عشان تقدر ترجع مرة تانية بتخفيض أسعار آخر. إزاي نقدر نتعامل مع الشركات اللي بتنتج السكر، اللي بتنتج الأرز وهكذا. تمام. فإحنا بنطور على والهدف من دايما علي الوزير بنطور من الناحية الفنية. تمام، يعني أنا كنت عايز أسأل الحقيقة. في